مساء الكريم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل لا يستطيع القيام بالعقيقة فقام بها أحد أقاربه، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، لا حرج، لا مانع من ذلك. العقيقة، النسيكة، كل طفل مرتهن بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه. إن ما تمكنت في السابع يكون في الرابع عشر، إذ ما تمكنت في الحادي والعشرين، إن ما تمكنت في أي يوم، بل وإن كنت كبيرا ولم يعق عنك والدك عق أنت عن نفسك وقد فتح الله عليك. إنني مرتهن. قيل ما معنى مرتهن بعقيقته؟ قيل يعني سبحان الله لا يحالفه التوفيق أو يمنع عنه الخير، فهي مهمة جدا. ويعق عن الطفل الذكر بشاتين ما يجزئ في الأضحية، ويعق عن الأنثى بشاة واحدة، ويجوز التسبيع أيضا في بدنة وبقرة، في بدنة وبقرة يجوز فيها التسبيع. إن رجل رزق مثلا بثلاثة ذكور وأنثى فنحر بدنة أو بقرة، هل أجزأت في العقيقة؟ نعم أجزأت، لأن هي تقوم عن سبع شياه فيها التسبيع. وإذا قام بها أحد أقاربه ما في حرج، لا مانع من ذلك، لا حرج. بس كل امرأة مرتهن حديث نعم صحيح، حديث صحيح نعم، لا يذكر في محرابنا هنا إن شاء الله على ما أعلم أنا من نفسي إلا الصحيح. إن في شيطان تذكرون، لكن أنا عن نفسي أعاهد الله هذا منهج، إني ما أذكر إلا حديثا أنا يعني أدين بصحته لله عز وجل. نعم.